بوكس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات المساء في هذا السباق المحلي الثالث والمرحلة الأولى في هذا اليوم، يوم الجمعة 5 أكتوبر 2012، حيث ننطلق مع الأشواط المفتوحة الخاصة بسن اللقايا. على بركة الله نتابع هذه الانطلاقة والشوط 11 الخاص بالبكار، نتابع الصدارة ونتابع المقدمة مع الدوحة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير، يليها في ثاني المراكز وجود شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع اسعفة، وسلطان بن محمد الوهيبي يديرها في عملية التضمير، بينما ثالث المراكز نشوة، على ثالث المراكز خالد بن محمد بن غانم النعيمي يتواجد في ثالث المراكز، يليها في رابع المراكز الشحنية على رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تواجد الذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير. خامس المراكز شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع صدى على خامس المراكز يضمرها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. إذن هذه أسماؤنا في ندائنا الأول في هذه الأمسية، في هذا الشوط، في هذا التحدي، في شوطنا 11 وانطلاقات سن اللقاية. العشر نقاط الماضية سجلت بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في أمسية عنابية جميلة من ميدان الشحنية، ينقل هذا الشعار إبداع انطلاقات بداية هذا الموسم الجميل. أعود إلى مجريات الشوط، إلى المقدمة اللي سيطرت في هذه اللحظة سعفة على مقدمة الشوط، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هنا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي الذي أطلق عليه عملاق المضمرين يتواجد في إبداع مسائي وحمل 8 نقاط في هذه الأمسية، ويسعى في تحقيق النقطة 9 له مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أيضا سالم بن فاران المري يتواجد بنفس الموقع على ثاني المراكز يبحث عن تسجيل النقطة 3 بل 4 لسالم بن فاران المري مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أتابع ثالث المراكز نشوة، على ثالث المراكز خالد بن محمد بن غانم النعيمي في شوط الكبار يحتفل بوجود نشوة في المثلث الذهبي في هذا الشوط. المركز الرابع الشحنية على رابع المراكز، انتظروا الشحنية ومفاجآت الشحنية من ميدان الشحنية في انطلاقة جميلة بهذا الشكل الجميل. هنا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يديرها سالم بن فاران المري. المركز الخامس أتابع وجود صدى على خامس المراكز لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، إذا هذه الأسماء مرة أخرى على حضراتكم، ونحن هذا الشوط نتجه مع الكيلومتر الأخير ونتجه مع هجني أصحاب سمو الشيوخ وأصايل أصحاب سمو الشيوخ في هذا المساء الجميل. افتتحنا الكيلومتر الأخير، بن فاران افتتح الكيلومتر الأخير مع الدوحة على المقدمة وعلى الصدارة. يسير، يا سلام، إذا الدوحة على المقدمة وعلى صدارة الشوط في هذه اللحظة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هنا الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام، هذا الشعار وهذا المضمر الذي أبدع في العام الماضي وحمل الرموز. يا سلام يا سلام يا سلام، يبدع في هذه الأمسية سالم بن فاران المري يحمل هذا الشعار في هذه اللحظات. ولكن الوهيبي خطير يا الذهبي، الوهيبي خطير. شوف المركز الثاني شوف اسعفة تسير بخطى الكبار هنا، ولكن أيضا الذهبي يترقب الموقف في المركز الثالث مع انطلاقة الشحنية على ثالث. تعزيز يعزز الدوحة بوجود الشحنية على ثالث المراكز. يا سلام يا الذهبي، إبداع تكتيك الذهبي هنا. يا سلام، أهني شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أهني سالم بن فاران المري، أهني الوهيبي، أهني محبي هذا الشعار، محبي العنابي إبداع العنابي في ميدان الشحنية. يا سلام، يطمئن جماهيره. هذا الموسم حافل بإنجاز
الجوازات العنابي، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التهنئة لسالم بن فران المري المركز الثاني. المركز الثاني الشحنية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث سعفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، رابع المراكز، رابع المراكز وخامسها، رابع المراكز صدى وخامس المراكز لمحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان الوهيبي. تهانينا والناموس، 6 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية توقيت الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، الثانية لسالم بن فران المري المركز الثاني، 6 دقائق 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية توقيت الشحنية أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فران هو المضمر. المركز الثالث 6 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية توقيت سعفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد.